حياكم الله أستاذ عادل، شرفتونا في صلالة وإن شاء الله تستمتعوا معنا في جولة خريفية بالرغم من نهاية الموسم، ولكن الحمد لله يعني جيتوا في وقت مناسب للتصوير جدا. مهرجان خريف صلالة فقط يعني موسم. مع الشباب من عمان حياكم الله جميعا في رحلة جديدة، هذه المرة من سلطنة عمان وبالتحديد في صلالة. راح نفطر الآن وإلى وجهتنا الأولى وادي دربات. راح نشتري تيس الآن ونضبط غدانا إن شاء الله في وادي دربات. هذا وادي دربات من أشهر وأجمل الأودية في صلالة، طبعاً إحنا في البحيرة في منطقة شلالات، راح إن شاء الله نزورها الآن قريباً من هذا المكان. هذا هو جبل سمحان من أكبر جبال محافظة ظفار، ارتفاعه تقريبا 2100 متر فوق سطح البحر. يحتوي هذا الجبل على محمية النمر العربي. صباح الخير، يوم جديد في صلالة، راح نزور الآن أحد مصانع الحلوى العمانية. هذا مصنع للحلوى العمانية في مدينة صلالة، طبعا هو مصنع باستقرار. راح يشرح لنا العم أحمد الآن كيفية صناعة الحلوى. نضيف السكر الأبيض مع ماء، وبعدين نطرح النشاء هذا والشعير. بعد ساعتين تضع هذا السكر الأسود، صب سكر، هو السكر الأسود. أي. بعد ما تماسك الحلوى نعمل لها المكسرات فيها، وهذا الهيل الزيت. مدتها كم يعني؟ مدتها ساعتين ونص ثلاث ساعات. الحرارة كده لمدة ساعتين حتى تتماسك. هذا بالشعير وهذا بالضرح، هذا بالضرح وهذا بالشعير.
يعطيك العافية. طالعين الجبل الآن، راح نقابل الشباب هناك ونتغدى سوا. شرفت بلقاء الحبيب السمي عادل بن فطوطة في صلالة، أجمل مكان. الله يعطيك العافية، وتشرفت الصراحة بشوفتك، والحمد لله. يعني قبل كم يوم بالصدفة أنا قلت أنا رايح صلالة، وقال أنا رايح صلالة، فقلنا لازم نتقابل، فتقابلنا هني وأحلى مكان ما شاء الله. إيش اسم ال جوجب؟ جبل جوجب، صراحة روعة، مع الغداء هني والمضبي. والله كثر خير الشباب، ما قصروا اللي جمعونا، الله يعطيهم العافية. هذا ايش؟ هذا الطبخة الشعبية في ظفار، لما كان زمان إذا الناس في الجبال وفي هذا الأمور ما في صحن وما في طاست يعني يطبخون فيه، فعلى طول يطبخون في الحجار هذا، الحصب، النار واللحم، ما في أي إضافات، ما في أي شيء غير الملح. طبعا اول مره بحياتي بجرب المضبي هالمره، وزادنا شرف وجود حبيبنا عادل الثقفي السمي، طبعا يوتيوبر، يوتيوبر من السعوديه، من الطائف. طبعا طبيعه هو عارفها، يعني طبيعه هنا طبيعه هناك هو عارفها. الشرف لي والله. الله يخليك، ومع المضبي هنا. ويلا خلينا نقول بسم الله. خلنا ناكل وهم يشوفوا الاجواء هنا. شوف الاجواء اللي فوق، شوف الاجواء. يلا بسم الله. نهش. احلى جلسه مع الشباب من سلطنه عمان في جبل جوجب. طبعا عادل من الكويت، ومحمد وعلي وعبد الله واحمد، الله يعطيهم العافيه ويكثر خيرهم على الغداء. طبعا على عبد الرحمن. ايوه هذا حبيب القلب. هذا متحف أرض اللبان وقرية البليد الأثرية. حياكم الله في منتزه بليد الأثري ومتحف أرض اللبان. طبعا يحتوي المتحف على قاعتين، قاعة البحرية وقاعة التاريخ. حاليا احنا متواجدين في قاعة البحرية التي تتحدث عن تاريخ عمان البحري وعلاقة العمانيين البحر بشكل عام، وكذلك قاعة التاريخ فيها بعض الآثار والشواهد التي تم العثور عليها في مختلف محافظات السلطنة بشكل عام. طبعا هذه سفينة سلطانة، أول سفينة عربية دبلوماسية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 1840، وكان فيها المبعوث أحمد بن نعمان الكاوي كأول سفير عربي يصل إلى الولايات المتحدة. هذه هي شجرة اللبان، موجودة في وسط المتحف.
هذا سوق الحصن الشعبي في وسط المدينة. مالك اليوم؟ الحوغري ذكر الملك. هذا كم؟ سوى حليب زيادة؟ كرامك الله. الله يكرمك. صباحكم الله بالخير، يوم جديد في صلالة. احنا الآن في شاطئ الدهاريز، راح نفطر إن شاء الله على الكورنيش. الشاطئ اسمه شاطئ المغسيل غرب صلالة. طبعا هذه الظاهرة من رفوف موجودة تحت الأرض يدخل لها الأمواج وتطلع على شكل نوافير. مساء الخير، راح نزور الآن بعض العيون المشهورة القريبة من مدينة صلالة. وصلنا الآن إلى ضريح النبي أيوب، موجود في جبليتين في صلالة. Thank you.